دمتم بخير مشاهدينا متابعينا، اهلا وسهلا فيكم، افطارا هنيئا صوما مقبولا وتقبل الله طاعات. مشاهدينا متابعينا راح نكون معكم في جوله جديده مع حلويات العنبتاوي، اصل الحلو في مدينه رام الله بجانب فندق الكرمل. الحلويات الشرقيه والغربيه والمحليه والعالميه، دائما مع اصل الحلو، دائما بتدور على الاصل بتلاقيه مين؟ حلويات العنبتاوي. من مكتشف النظريه النسبيه؟ شو يا سيدي؟ نيوتن. نيوتن يعني انت قاعد على كرسي بتفكر براحتك والسلامه ماشي لحاله جاب. كلهم صاروا يعرفوا لي في شو بعمل. شو يا سيدي؟ انت على جوجل؟ لا لا براحتك. شو اسمه؟ اعطيني اسمه كامل. تعطيني الشكف منه. ما بعرف ان ان ايش ايش ان ايش ما بعرف ايش طاين تحكيش من بعيد. بدري اسمه الكامل له مقطعين. يلا راح 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 طار طار الاسم. ساعدك اول حرف من الاسم الاولاني الف وبعدها لام. لا يا عم تحكيش تحكيش عشان فاضي مش راح يربح. الف ولا ألف لام يحرق ذيخ. وهذا مش راضي يجي. وينه هذا الزلمة؟ وينه؟ مش راضي يجي معاه. مش راضي مش عارف ليش. شو اسمك انت؟ فايز أبو دياب. فايز أبو دياب. أبو دياب أهلا فيك يا فايز. فايز يعني مشهور الزلمة ومعروف يعني. طيب أنا ساعدك. طيب بدي ساعدك بالاسم الأولاني بس بدك تعطيني الاسم الثاني كامل صح. رجال ما يحكيش. الاسم الأولاني ألبرت. طب والثاني؟ ألبرت. أنا أعطيتك الاسم الأولاني منه ألبرت. ألفريد. ألبرت. ألفريد. ألبرت. ألبرت. كمل. ألبرت. كمل الاسم الثاني تبعه. إينشتاين. إيش؟ إينشتاين. ألبرت إينشتاين. ألبرت إينشتاين. الحمد لله نطق الجوهرة والحمد لله رب العالمين. بهنيك بالسلامة. مزبوط. طيب ألبرت إينشتاين. يا عين عليك. هاي من حلويات اللي أنا بتاوي بجانب فندق الكرمل. شو بتحكي له؟ كل عام وانتم بخير وسنة طيبة علينا. ما الاسم الذي اطلقه العثمانيون على الخليج العربي؟ العثمانيون على الخليج العربي؟ شو الاسم اللي اطلقوه عليه؟ طبعا اللي بيحكي من بعيد ما اله. لا لا ما في خيارات. لا اذا في خيارات احسن. لا ما في خيارات. اذا فرجي بتشوف المساعدين تبعونك. يلا ايش يا كم الدول على الدنيا؟ لا ما بغيرش عمومي والله. شو؟ ادي السؤال كمان مرة. ما الاسم الذي اطلقه العثمانيون على الخليج العربي؟ قول ما بعرف. ما بعرفش. ايوه هيك. شو يا سيدي البلد؟ عاصمة الصحراء. لا بس شو هذا بعرف؟ والله ما بعرف يعني. والله ما بعرف. يا عين عليك، يا عين عليك. عاصمة الصحراء. انتوا الثلاث اصحابه صح؟ صفقوا له. اسمع، تعرف كم فرع لحلويات العنبتاوي في فلسطين؟ ستة. ليش قلت لي ستة؟ قلت خمسة. خمسة سوري. كديش؟ خمسة. أنا غلطت قلت لك خمسة. ليش قلت لك خمسة؟ قلت لي هذا الفرع الخامس. رام الله. رام الله. نعم. وفي كالكيليا وفي جنين وفي طول كلام في عكي. من زيد. من زيد لزيد إن شاء الله. وعددهم 28 فرع في الوطن العربي كمان. برا فيه. والله شيء ممتاز. هاي من حلويات العنبتاوي بس اسمع بدي منك بيني وبينك بدون الثلاث ما يسمعوا ما تعزمش حدا. امزوه سدريه منه. كل عام وانتم بخير. انتم بالصحة والسلامة. حلويات العنبتاوي ان شاء الله من للامام ان شاء الله. احنا مع حلويات العنبتاوي اصل الحلو طبعا بجانب فندق الكرمل. اسمع راح اسالك سؤال بدي اعمل بدي سؤال خفيف مش راح اسالك اياه سؤال شو اسمه صعب جدا ماشي. طيب تعرف شو عاصمه تنزانيا؟ تنزانيا موزمبيق. موزمبيق. يا مزنبقنا انت يا مزنبقنا. عادل امام قال يا مزنبقنا. لا مش موزمبيق. جوز عاصفه الصحراء بتعرف
انقذوا يا محمد عاصفة الصحراء. قلنا يا سعد ورطت وروحت انت. طيب يا سيدي جكر في اللي معك، بدي افرجيك بدك تربح من غصب عني وعنه كمان. ابو يحيى انت؟ ابو يحيى نعم. ابو يحيى طيب اسمع اعطيك، شو عاصمة المغرب؟ الرباط. يا سلام كيف هالسؤال صعب جدا. يا سلام طيب هاي من حلوات العنبتاوي اصل الحلو، مبروكات عليك. بارك الله فيك عمي استمدك. اين تقع جزيرة حالون؟ حالون طبعا حلويات العنبتاوي بجانب فندق الكرمل، حلويات مميز شرقي وغربي وشي مميز، فرع خامس في مدينة رام الله. بس سؤال، تل وين موجود؟ بأي قضاء مين؟ تل نابلس. يعني خلص هيجي أمريكا الشمالية سمسرة. أمريكا الشمالية لا الجنوبية. لا الشمالية ولا الجنوبية. أشكركم. طيب مشاهدينا متابعينا بيكون هيك وصلنا المحطة الأخيرة معاكم مشاهدينا متابعينا في جولتنا مع حلويات العنبتاوي أصل الحلو. ولا تنسوا مشاهدينا متابعينا فروع الخمسة في الوطن 28 على مستوى الوطن العربي، حلوات شرقية غربية وفي مدينة رام الله بجانب فندق الكرمل. أشكركم مشاهدينا متابعينا، أشكر زملائي من وراء الكاميرا علاء الجراد، عمر أبو زايد، خباب الأسمر، وعناني عناني، ومني أنا منتصر عناني أجمل باقات الورد أتمنى لكم. ولكن من حلوات عنبتاوي بقول لكم إفطارا هنيئا صوما مقبولا وتقبل الله الطاعات. إلى اللقاء.